Well, you see, it is the 15th annual meeting of the IDB which I am attending. So I have very fond memories of IDB from its birth. I was part of its birth. I was in the preparatory committee which set up the IDB in 1974. And I have had relations with it off and on as governor. This is my 15th participation in the IDB annual meeting. Job opportunities that we are creating are not sufficient for the new entrance to the job market. So for them, the other option is self-employment. And self-employment means two things. One, he has to acquire certain skills, and two, he has to get access to capital. So there, of course, IDB has a role in both of them, in training and in providing access to capital. أنا أعتقد اليوم هو رسالة واضحة من العالم الإسلامي كله أن الشباب هو في قلب الحدث وينال اهتمام رئيسي وواضح جدا من قادة العالم الإسلامي. البنك الإسلامي للتنمية يرى في الشباب المصدر الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، سيركز عليه، سيمكنه، وأنا أعتقد أن على الشباب دور أساسي أيضا في إعطاء مقترحاتهم وأفكارهم للبنك الإسلامي للتنمية لتطويره بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني تختلف اجتماعات البنك في هذا العام عن الأعوام السابقة. أولا أننا نحتفل بتوديع معالي الأخ الدكتور أحمد محمد علي الذي سيظل اسمه مرتبط بالبنك الإسلامي للتنمية إلى ما شاء الله. ثانيا نحن نحتفل بمعالي الدكتور بندر حجار الرئيس الجديد للبنك، وهو شاب نعرفه ومن نفس المجال ومن نفس المدرسة ومن نفس المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نشأ فيها الاقتصاد الإسلامي، والدكتور أحمد من المدينة، فربما هذه علامة. ونتمنى للدكتور بندر النجاح، واستمعنا إلى برنامجه الرئاسي لخمس سنوات، فيه فكر جديد، أولا باعتباره شاب، ثانيا باعتبار المتغيرات التي حصلت في العالم من حولنا. أعتقد إنه اجتماعات هذا العام مختلفة كثيرا عن الاجتماعات السابقة. والله أنا طبعا كاتب عدة خطوات كاي، يعني نقاط ممكن نذكرها، يعني صراحة دائما نقول فيه هي دائما نؤكد على أن تشجيع مشاريع الشباب ودعمهم تشكل خطوة مهمة للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ باتجاه تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية، وأيضا نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الدول الأعضاء هي أحد بنود البرامج لدعم التنوع والتكامل الاقتصادي والتشغيل المستدام. أيضا أهميته في رسم طريق التنمية الاقتصادية في كافة ربوع دول الأعضاء، وأيضا وجود مثل هذه المشاريع يجب استثمارها وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذها والحصول على التمويل والدعم اللازم لتساهم في بناء اقتصاد دولنا الأعضاء. Pakistan strongly believes in strengthening of Ummah, and we have been making our contributions on that part, and our expectation is that whenever on any forum the Muslims get together, they talk of strengthening of Ummah. And from the bank, we expect that if we work more on financial and economic integration of the Muslim countries, definitely we expect that we are going to have more development. But as the theme is economic empowerment of youth, we definitely expect that we'll be developing a good way forward for the youth, telling them how they can make their careers, how they can contribute for strengthening of the Ummah. So these are our expectations from this conference. هذا الاجتماع السنوي وهو استحقاق زمني
نتوقع أن نسمع رؤية جديدة للبنك، وإحنا متفائلين جدا بمعالي أخي الرئيس بندر بن محمد حجار اللي هو عمليا سيضع محتوى جديد وهيكلية جديدة لكي نقفز بالبنك، لكي نواجه التحديات التي يعيشها ليس فقط العالم العربي والعالم الإسلامي ولكن العالم. إحنا نريد من البنك الإسلامي أن يكون هو ليس فقط تريبل اي في التصنيفات العالمية، ولكن نريد له أن يكون عنوان دولي، ليس فقط عربي وإسلامي ولكن عنوان دولي لموضوع التنمية في العالم، ودروس مستقاة ويعطي دروس في كل ما يتعلق بالتمويل الإسلامي للعالم أجمع. الهزات الاقتصادية اللي عاشها العالم لم تؤثر على المنطقة لأنه عنا وسائل دفاعية مكنتنا أن نتجنب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008-2009. نحن متفائلين، فلسطين في قلب رئيس البنك وفي قلب كل محافظين وفي قلب كل سعودي وفي قلب كل عربي ومسلم، ونريد لفلسطين أن تنال هذا الدعم اللي عمليا البنك يقدمه للعالم ولفلسطين أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى وصحبه وسلم. حقيقة في البداية نشكر خادم الحرمين الملك سلمان ولي ولي العهد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. حقيقة احنا بنجي المملكة زيارات عدة، لكن هذه أول مرة زيارة مختلفة خالص، دعوة من بنك التنمية الإسلامي جدة لحضور موضوع بخصوص السرطان. بالنسبة لنا أول مرة نشارك مؤتمر في المملكة، سعيدين جدا بتواجدنا في المؤتمر ده. حقيقة كان مؤتمر جامع، قابلنا فيه عديد من الشخصيات كثير من الدول، وكان فيه تبادل للتجارب و الحملات رفعة السرطان والتوعية بالسرطان. نحن من جابين ابنا في السودان برضو، قدمنا تجربتنا في الوعي بمكافحة المرض والعلاج وكل التجارب الموجودة في السودان، وهي تجارب سرة وتجارب قديمة من سنة 1964 كأول مركز للسرطان في أفريقيا. والآن المركز الحمد لله موجود متوفر وبالأكس يعني شغال على أوسع بالنسبة لكل دول الجوار. برضو في منظمات المجتمع المدني عندنا الكثير من التجارب بخصوص التوعية بمرض السرطان، خصوصا سرطان الثدي وعنق الرحم بالنسبة للسيدات. عندنا فيه شغل كبير جدا وتجارب ناجحة جدا تم عرضها الآن في المؤتمر. ومرة ثانية بشكر البنك و كل القائمين على الأمر البنك بخصوص دعوتهم لنا، وأتمنى لهم التوفيق والسداد. شكرا لك. My expectations for this year are to strengthen further our cooperation actually with the IDB actually in areas that can expand a bit the participation, especially outside the fiscal sort of domain actually into private sector through PPPs, concessions, and this kind of instruments actually that can leverage and then cascade further, the role of IDB in developing countries like Albania. For the youth, the message is precisely to be as participant as possible and also vocal actually in policies for both development and for trying to reach out to the decision makers actually for their innovative ideas, and be brave actually in expressing their ideas and to reach out to us actually. حياة في كل سنة يكون تحضير بشكل مميز ويعني مكثف لهذه الاجتماعات، أما السنة فكانت تحضيرات لافتة، وأنا يعني أتطلع عاليا للنتائج التي ستنتج أو التي ستمخر عنها هذه الاجتماعات، والتنظيم مميز وجدول أعمال مكثف، ويعني أتوقع ويعني مش بس أتوقع، أريد أن يعني أؤكد أن يجب أن يكون هناك نتائج مهمة تصدر عن اللقاء 42 للبنك الإسلامي للتنمية، ويعني كون هذه السنة تحت شعار أو يعني الأهمية والإضاءة هي على الشباب وانخراطهم في المجتمعات.
الحقيقة الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في وقت مهم جدا. العالم الآن بدأ ينظر في إعادة النظر بالنظام الاقتصادي العالمي، التطورات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية على المستوى السياسي العالمي وعلى مستوى الاقتصاد العالمي جعلت من المهم جدا أن تتم مراجعة لبعض الأنظمة الاقتصادية الدولية. والآن هناك مجموعات وبيوت خبرة ومؤسسات مالية ومؤسسات تنموية تعيد الآن دراسة النظام الاقتصادي العالمي للتأكد من أن الأنظمة المتوفرة سواء في مجال التنموية أو مجال المائي أو مجال التمويل يتلائم مع التطورات والأحداث الجديدة. ولذلك أعتقد أنه اجتماع محافظ البنوك الإسلامي البنك الإسلامي للتنمية ورؤساء المؤسسات الإسلامية والمجتمع المدني والخبراء في هذه الأوقات اجتماعاتهم وتداولهم لما هو مطروح على الساحة الدولية مهم جدا، بحيث أن يكون كل ما يمكن أن يطرح في المجال الاقتصادي وفي مجال التنموي يكون في صالح الدول الإسلامية وصالح الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ولذلك مهم جدا أن فعلا أن تكون الدول الإسلامية ورؤساء المؤسسات الإنمائية الإسلامية ومحافظي البنك الإسلامي للتنمية أن يكونوا ليس فقط على اطلاع بالتطورات الجديدة الآن في مجال الاقتصادي والتنموي، وإنما يشاركوا مشاركة فعلية للتأكد من أنها تكون في صالح الدول الإسلامية في نهاية المطاف. I expect that this meeting will first of all bring all the countries closer together in the spirit of brotherhood and cooperation. At the level of my country, I expect that this meeting will reaffirm support for our priority sectors in the health and education, transport, and renewable energy in Guyana. The theme of the annual meeting is youth economic empowerment. What is your message to the youth in ISDB member countries? My message to youth is that youth is the future, and therefore we should prepare them in a way that we see the future. And I like the seminars so far that I've attended because they indeed zero in on some of the issues and challenges that youth face in the future. Therefore, we have to prepare them in a way that is not necessarily stereotyped, and we have to look to youth not necessarily in a stereotyped manner, but that they are a valuable human resource that will regenerate the world. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الدورة 42 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، والحقيقة يعني هذه السنة لها طابع خاص لأن تحت رعاية مظهر خبرة قادم العالمين الشريفين، والحقيقة وبحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور حجاب، وفي هذه المناسبة نبارك له على تولي رئاسة مجموعة البنك الإسلامي، نتمنى له بالتوفيق. وأيضا نستذكر الحقيقة جهود اللي قام فيها معالي الدكتور أحمد محمد علي الحقيقة طوال الأربع عقود الماضية، واللي قدم فيها الحقيقة يعني خلاصة ما يملك من حقيقة مقومات لدفع عملية التنمية لمجموعة البنك الإسلامي، واللي لمسناه الحقيقة في اجتماع يوم أمس، وتم أيضا إلقاء كلمة من قبل معالي نائب
وزير الاعلام رئيس مجلس الوزراء وزير الماليه الكويتي معالي السيد انس الصالح كلمه عبر فيها عن الجموع العربيه واللي تم فيها الاشاده في مقام في جمهوريه البنك الاسلامي وايضا تم الاشاره الى موضوع ان حصول البنك على ثلاث تقييمات دوليه وحصوله على التريبل اي وهذه حقيقه مفخره لجميع الدول الاسلاميه. وبهذه ايضا المناسبه اود ان اشير حقيقه لمجموعه البنك والمؤسسات التابعه قامت بدور كبير في موضوع تهيئه وحقيقه زياده التجاره البينيه بين الدول 57 دوله الاسلاميه. حيث وصل خلال هذه العام تمويل مشاريع على فرض بمقدار 12 مليار ونص دولار وهذا طبعا مبلغ كبير مقارنه براس مال مجموعه البنك الاسلامي اللي تبلغ 100 مليار دينار عربي تقريبا تعادل 140 مليار دولار. والحقيقة احنا نشهد الأزر في ونأمل من الرئيس الجديد دكتور بندر حجار وأيضا احنا ندعم الرؤية اللي جاء بها وهي موضوع ان ليس فقط البنك الإسلامي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي انما هو ايضا يدفع التنمويين ايضا التنميه والتنمويين وهذه الحقيقه يعني رساله يعني ندعمها ولاقت كل الدعم من جميع الحضور سواء المحافظين والمحافظين ونتمنى للبنك المزيد من التقدم لان الحقيقه يلعب دور كبير في عن الإسلامي حقيقة وأيضا لا يسأل هذا المقام نشكر حكومة خالد الشربين على حقيقة حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي قاموا به وإن شاء الله نتمنى التوفيق. هو جانا دعم كبير من الإخوان في البنك ومن كل الإخوان العرب والمسلمين ولكن البنك في مؤتمر 2020 تعهد بمبلغ ضخم ب 1.5 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد التونسي. الدعم يكون عبر القروض وعبر تسهيل التجارة البينية وعبر دعم المؤسسات الوطنية. هذا قاعد يصير. وقعنا على برامج مع البنك بين 2015 و2017. شكرا. الاجتماع يعني رائع من حيث الإعداد ومن حيث التنظيم ومن حيث أيضا موضوعاته التي تعني بالجانب الاقتصادي وخصوصا فئة الشباب ومستقبل الشباب. الاستفادة القصوى من هذه المبادرة وجعل البنك يسهم في أعمال التنمية في الدول الأعضاء ولا شك أن ما طرحه من أفكار هو جدير بالاهتمام وجدير بالاستفادة فهو يعكس خبرة تراكمية لمعالي الدكتور رئيس البنك وفي نفس الوقت الحاجة الكبيرة لمثل هذا النوع من الأفكار خاصة فيما يتعلق باللامركزية وفيما يتعلق بجعل التنمية هي المسار الذي يسعى البنك إلى تحقيقها خلال الفرصة المتاحة. Well, not only this year, but also the years I'm finance minister for the last 2 years, I found it very useful. That's an opportunity that I meet with my counterparts, with finance minister from our neighboring country and also from other brotherly Muslim countries. And we learn more about good programs that exist within IDB. For example, I just met with CEO of IFC. I found it very useful. We can use the sukuk in our existing banking and also we have some state-owned bank that I learned that we can convert it to an Islamic bank, which is as a Muslim country we should do. So at the meantime this
programs within the bank that they seek our advices, and then at the end they give us the chance to do the feedback. At the end we issue a resolution. I think this is something that we are grateful that somehow we can reflect our problems there. So it's a very, very effective mechanism. Of course it's time consuming sometimes. We have to go from our capital all the way here, but it's more than worth it. The meetings have gone extremely well, very well organized, and I believe all the objectives that have been set for the meeting have been achieved. It's an excellent arrangement, and the resolutions, the discussions held, and all the appropriate resolutions arrived. So I'm quite happy about the outcome of the meeting. I'm glad our delegation came and became part of the meeting. What are your expectations for this annual meeting? Well, it's a statutory meeting. It's required under the Articles of Agreement. There's the requirement for a meeting once a year to approve the accounts, approve resolutions, approve new proposals. So we came to participate in approving all the resolutions put forward, and we have done so, and we are glad about the resolution. We agree with what's going on. We agree with what IsDB Group has achieved so far. We are happy, and we also approve the proposals regarding how IsDB is to proceed over the next couple of years. Most members of the IsDB Group have very youthful populations. They represent the future, and we know what's happening around the world. Things are moving very quickly, and we need our populations to improve their standard of living, and the youth have to play a significant role. They have to educate themselves. They have to learn the skills, new skills. The conditions are dynamic, things are changing, so they need to learn all the new skills so that they participate actively in the economy. It's vital they should be knowledgeable. It's vital they should improve themselves so that our overall populations would benefit from progress, so that we banish poverty from our lands, and we also banish ignorance. In many of our countries, we have had radical groups that come from Nigeria. We have this Boko Haram, and we have a number of other similar groups operating. And if you look, some of those developments are due to poverty and ignorance. So it's important we focus on economic development to provide empowerment so that people can improve their lives, and also to provide them with knowledge, let them seek knowledge and become knowledgeable about things, so that they are not swayed by ideas which are harmful. So that's my main message to the youth: let them empower themselves, learn the skills required, be educated, and become useful members of the society. I think it's a fresh approach. We are deepening into South-South relationship, and especially the topic of giving attention to the youth. I think it's extremely important. What are your expectations for this annual meeting? Well, of course, on a personal level, being able to engage with my counterparts, with my colleagues from different countries. It's fantastic to have an exchange of ideas, of opinions on rural developments, areas that we struggle with. Yes, become very similar to the areas that we struggle with in Suriname. And of course, touching on very serious topics. Most of our member countries have been hit very hard by the commodity crisis. And it's enlightening to see how everybody is pulling up the shoulders to make the best for their country. So as you know, the annual meeting for this year is about youth economy. What is your message to youth in ICDB member countries?
it's very tough. I think that over decades, we have to pay enough attention to this thing. And if you look at areas of social unrest, issues of refugee crisis, areas of high level of unemployment, that's where we touch upon. It touches the youth directly, and without investing hard from the early beginners in their knowledge, in their education, and not being able to generate very early employment for all of them, we might end up in crisis. And that's why I mentioned that it's very touching that the topic of this year is really on youth and employment. Because that's the root of happiness, but it's also the root of unrest. I hope that the Islamic Development Bank, one of the most important financial organization and development partner of Bangladesh, IDB will continue its cooperation with Bangladesh, and Bangladesh will get more financing, cooperation, technical cooperation from IDB in the sector of power, agriculture, social sector, especially education and health, and also in the welfare program like file care program. And also we hope that IDB will provide necessary support for Arabic language development in Bangladesh. And we hope the present cooperation between Bangladesh and IDB will be expanded more and more from this 42nd annual board meeting.